السلام عليكم. اليوم كانت الجلسه 14 ديال ولدي الله يرحمه مسكين. في هذا النهار كان تاجيل حتى لغايه 26 من هذا الشهر نيت، بطلب منا حنايا من طلب ذوي الحقوق، ان ضفنا سميتها محامي اخر على هيئه الرباط، وان شاء الله يكون خير الجلسات المجين يكون خير. الاسبوع المقبل 26 الاسبوع المقبل ان شاء الله. شفنا اليوم حضروا الشهود، حضروا يعني كاين اللي جا جاو كاملين، دائما الشهود تيجيو كاملين. تنشكرهم جزيل الشكر للاصدقاء المرحوم ولا الجيران ولا هذا، تيجيو دائما حتى هما يقلبهم على البغن يعرفوا الحقيقه وحق ولدي مسكين الله يرحمه، تيجيو كاملين، في حين ان الطرف الاخر ما جاش. الاخذ القصير كان تيجي، جا مره وحده تنتفاجئوا، دابا جوج الجلسات ما تيجيش، اللي هو مصطفى اشبوق معروف، ما ديرش مونطاج بنتي باش يعرفوا. ما جاش ما تيجيش، والمشتبه فيه اللي هارب، انا تنقول هارب. مازال السيد الرئيس سيأكد انه خصو يحضر، لا خصو يجي. الدفاع الدفاع المتهمه قال بلي انه ما كاينش، قال انه في بريكسل، انه في بريكسل كان مشى بطريقه غير شرعيه، في حين ان دار التنقيط ديالو في واحد الجلسات كان جا من عند النيابه العامه، دار التنقيط ليه انه كان هنا في المغرب من 2017، كان هنا في المغرب وهو ما جاش سميتو عي هكاك في المحضر، كان وقت الجريمه كان هنا. كان معلومات هارب ولا مخبى في شي بلاصه هنايا؟ ما عندناش شي معلومات، تنعرفوا عي من الدفاع ديالهم انه مشى بطريقه غير شرعيه لبريكسل. وفوقاش مشى بالضبط؟ جريمه ولا قبل جريمه؟ هما كل مره تيقول حاجه. اخر مره شفتو كان قال من 2007 هو في بريكسل، دابا تيقول من 2018 راه عنده الوثائق الرسميه وكذا شي وهذا. وحنا ان شاء الله الحقيقه راه غنوصلوا ليه. دابا حاليا كاينه متهمه وحده قاصي، شنو هي والخال ديالها؟ شنو كتوقعوا الحكم يعني؟ ما تنتوقعوا الحق ان شاء الله، وغيكون العدل والانصاف في هذه القضيه. وتنجدد الشكر للهيئه الموقره ماشى في هذا المسار ان شاء الله، اللي غنوصلوا للحق ان شاء الله. شنو الحكم يعني اللي كتنتظروا ام انوار؟ الحكم المنصف، راك عارف القتل العمد شنو الحكم ديالو. وما غيتنساش حتى شي حكم ما غيعوضه، ولكن الحق الحق ما غيضيعش. غادي يكون الحكم اللي بغيتي، واش غادي ترتاح ام انوار؟ يا بنتي الرحمه ما عمرها تكون، والله يرحمه مسكين، ترتاح شي حكم انسان يرتاح شويه ويعرف الحق والحقيقه. علاش؟ علاش رتحوا عي شويه نعرفوا الحقيقه علاش. بالنسبه للجلسه ديال اليوم، حنا اللي درنا انتداب جديد محاميه اخرى من هيئه الرباط باش تولى الملف في اطار المؤازره، وجات اليوم جانا بعدها الزوج ديالها هو محامي وطلب التاجيل، واستجب رئيس المحكمه رئيس الجلسه التاجيل، وطلب دابا تاجيل الاسبوع اللي ماجي. حنا ماذا بينا كان يكون اكثر، وما عرفتش علاش، لان حتى الدفاع ديالهم كان كيطالب يزيد اسبوعين، لان باش تطلعوا حنا الملف كنشوفوه باقي ماشي جاهز 100%، باش غير المده وكيبان لي ان خصي يسرعوا في الاخر، ولكن مازال لان مازال متثبتين بالمشتبه به خصو يحضر فين ما كان خصو يجي، لان الدوله هذه راه قادره باش تجيبو، عندها من الامكانيات الكافيه وعندها امكانيات باش تعرف الحقيقه كامله. لأن يعني الآن العلم تطور وكاينه المغرب مشهود له بهذا الميدان هذا، خصوصا في الجرائم اللي كتوقع أنه كيوصل للجونات في أقرب وقت، ونتمنى الله خير من هذا. محمد ديال المتهمة كيقول أنها هو حاليا في بروكسل، شنو كتقول؟ واش حنا كنهضروا بالهضرة ولا كنهضروا بالدلائل؟ إذا كان الوثائق بأن التنقيط ديالو في الحدود عنده دخول للمغرب في 2017 ما عندوش الخروج، وبما انه في بلجيكا يعني انه كيقول هو مشى بطريقه غير قانونيه، مشى حارق، وباش عرفنا هو مشى حارق هذه 3 سنين ولا حارق من مر الجريمه؟ انتم عندكم معلومات انه كان متارك؟ كان هنا لان كان هنا في المغرب، وبما انه ولا ما كانش هنا يجي يسمعوا له، يجي وياك شنو ياك اجي الدخول ما غيحصرك حتى شي واحد في الدخول، وخروج حرق عاوتاني كما حرقتي المره الاخرى، زعما ياك انتم عندكم سهل الحرق وحرق عاوتاني مره اخرى، اجي بري الذمه ديالك يسمعوا لك كنتي مشارك راه غادي تعاقب وغادي تنال الجزاء ديالك، كنتي باري الله يجعل شبه كما كيجيو هاد المصرحين، زعما شكون يكون انت باش تبقى هارب من العداله؟ صافي اي واحد مشتبه فيه راه خصو يسمعوا له، هذا هو القانون، انت مكتوب في المحاضر مشتبه فيه،
وحنايا درنا طلب، وبالنسبه مشات هنايا عند وكيل الملك ديال تطوان ومشاو بحثوا عليه وجا جواب ببساطه لم نعثر له على اثر، مالو شبح فيما كان خصهم يجيبوه، هذا مشتبه فيه وهذه راه جريمه قاتل، راه مشى ضحيه شاب مقتبل العمر. ونطلبوا الله يكون خير في الجلسه اللي مجا. حاليا كاينه متهمه وحده، ما كتخافوش يكون الحكم مخفف؟ خصوصا انا باقي قاتل. هذا هو اللي كنخافوا منه من النهار الاولاني. لان متهمه وحده وقصير وحق غادي ندافع على نفسي لان الشرف، وهذا الشيء هذا كله ما عندوش دليل مادي. فوقاش كنقولوا انها واش تغتصبت ضربت؟ الشواهد الطبيه كتقول انها ما فيها حتى شي حاجه. ترى الطب ديال الدوله راح عرضوها على ما مضروبه ما مقيوسه، ما واش انت درتي هذه الجريمه كامله بهذه البشاعه وانت ما وقع لك حتى شي حاجه؟ مالك انت شي حاجه شي شبح شي هذه شي حاجه اللي ما كتدخلش في العقل. وكله حتى من خلال هذاك الاستماع لها ما كاينش شي حاجه اللي ثابته. تعتقدوا انها ماشي هي الفاعله الرئيسيه؟ ماشي هي اكيد ماشي هي الفاعله الرئيسيه، هناك جونات اخرون كاينه اللي دايرين الفعله راهم متوارون وهي خاصها باش تغطي عليهم. احنا الان عندنا ثقتنا الكامله في هيئه الحكم في القضاء الجليس، ولو ان بالنسبه للقضاء التحقيق ما كانش داك الشيء هو هذاك، يعني ما داش، لان انت عندك شخص مشتبه فيه ما حققتيش معاه، راه باينه ما نزيدوش نهضروا في مسائل اخرى. عندك التليفونات اللي كانوا كيهضروا مع المجرمه اللي كتقول مشتبه فيها ما تحققتيش من شكون كيهضر معاها، عندك التليفون ديال المرحوم راه مع شركه بالكونترا ممكن تحقق شكون لي ريزول اللي كانوا في الشقه في هذيك الوقيته. هذه المسائل كامله ما دارتش، وهذا كيبان ان تغطيه على المجرمين الحقيقيين. شكرا. 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 بارك الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.